السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل.com. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في العنوان الأول: امرأة عراقية تشكو حال العراقيين مع الحصة التموينية وتفضح فساد وزارة التجارة بالكلمات والدموع. في عنواننا الثاني: استمرار المظاهرات والاعتصامات في محافظات وسط وجنوب العراق واستمرار غلق الآذان الحكومية عن المطالب. وفي عنواننا الثالث: معتصم المثنى عازمون على استمرار مظاهراتهم واعتصاماتهم حتى تحقيق المطالب. ولدينا في عنواننا الرابع: انهيار أمني كبير في العراق تؤكده انفجارات أكداس العتاد في مناطق مختلفة من العراق. أهلا بكم. شاركت امرأة عراقية في المظاهرات قرب مجلس محافظة البصرة، جلبت معها طحين من الحصة التموينية التي يستلمها العراقيون، وجلبت معها ماء الشرب الذي يصل إلى كل منزل لكي تبين سوء الحال الذي وصل له المواطن العراقي من رداءة مواد الحصة التموينية وماء الإسالة. فلنشاهد. هاك شوف هذا العراق وين؟ جيب الطحينة وداك. لا فرق لفرق. جبت هاي الطحينة للمحافظ اليوم الطيب. بركت ما تجي خبز لخبز ذات مني. الله يطيش الصحة والعافية. جبت لنا خبزات مشترى وجبت لهم اليوم اوديها مجلس الشورى معهم. مال هاي صاحب هاي ما فيهم طاسه تفميد قمره لكن انا الله شاهد حلا حاجة خيش بحاجة هذا الحين احنا هنا كلام الله هذا هاي خيرات الماي الماي ما يروي له هذا الماي هذا الماي محافظ رئيس الوزراء يسمح لي هذا الماي شوف يسمح لي هذا هو اصب الشيء يعني ما عندي فلوس اشتري من 10000 جرام ولا عندي راتب في الدوله اصفيه فورا واصفيه واشربه الله شاهد على كل شريفه بالعراق الله اكبر ما بيهم شرفاء حد يا ما بيهم شرفاء ماكو واحد شريف والله لو بيهم شريف ما خلاه الدمع. كالعادة في بلد متطور كالعراق، دعونا نتابع مشاهدينا الكرام كيف رد مدير الشركة العامة للحبوب في محافظة البصرة على المرأة البصرية التي اشتكت خلال مشاركتها في إحدى المظاهرات من وجود حشرات في مادة الطحين. دعونا نشاهد. بكل إسمان قضاء القرنة ناحية عز الدين سليم الشرش القرمة الهارثة بالإضافة إلى الداخل صفان، وهاي الطريقة المستخدمة إنه يستخدم وخاصة إذا أكو شكوى يحبون طحين الوكيل وبأقرب مخبز، مو هنا الخبز هذا أمام خبز بأقرب مخبز بالناحية موجود، وهذا الطحين الخبز ناتج من خبازة الطحين اسمه محمد الرشيد في قضاء شط العرب يوم 5/8 تاكلونه؟ أكيد ناكل يعني ناكل بيقول هو هذا يعني هو هذا مخبوز الساعة 9 الصبح تقريبا حتى حاليا الساعة 1:15 وأمام التبريد يعني قاعد أشوفه يعني لا بيوسية ولا بي لا توجد أي مشكلة بهذا الخبز. نذكر مشاهدينا الكرام بهذا المقطع الذي يوضح كيف تم فحص المواد الغذائية المنتهية الصلاحية أو المتعفنة في الحصة التموينية. هل تذكرون الأرز الهندي المتعفن الذي فضح فساد وزارة التجارة؟ دعونا نتابع ونتذكر. قامت مختبر خلق القار بتجربة لطبخ الرز الهندي الموزع على الوكلاء ضمن مقدار البطاقة التموينية، وهذا هو الرز الهندي المقبوض، ولا توجد أي رائحة غير مستساغة أو مقبولة، والآن سوف نقوم بتجربة أكل الرز الهندي المقبوض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نتمنى ذو نوعية جيدة ولا توجد أي رائحة غير مقبولة. الحمد لله بأنه نوعية جيدة ولا توجد به أي مشاكل. هكذا يتم فحص المواد المتعفنة المسرطنة في العراق بهذه الطرق الحديثة، بهذه الطرق التي تعتبر هي الإنجازات العراقية.
بعد الاحتلال. بهذه الوسائل الحديثة والمتطورة والتكنولوجية يتم فحص الطحين الفاسد والأرز المتعفن والمواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمسرطنة، هكذا يتم فحصها في العراق. باختصار شديد، لا يوجد اعتراف بالخطأ في العراق، يوجد فقط تبرير لهذه الأخطاء عن طريق هذه التجارب والاختبارات التي تجرى بشكل بدائي للغاية، بدائي للغاية. لا توجد حتى معامل قادرة على فحص هذه المواد بشكل طبيعي قبل استيرادها أو تستورد بشكل يعرضها طبعا للفحص قبل أن تأتي إلى البلد لتوزع على المواطنين. ننتقل إلى موضوع المظاهرات في العراق. مظاهرات كبيرة تجوب شوارع مدينة البصرة، هتف المتظاهرون ضد الأحزاب الحاكمة وفسادها، فلنشاهد. نبقى في المظاهرات، نتابع من البصرة أيضا. أصبحت المظاهرات بشكل يومي لا تتوقف على مكان واحد أو يوم محدد، أصبحت تجوب شوارع العاصمة أو تجوب شوارع المحافظة بجميع مناطقها، ويطالب المتظاهرون بخروج الأحزاب الفاسدة من المحافظة، فلنشاهد. نستمر مع المظاهرات ونتابع اتساع المظاهرات في مدينة البصرة، والشباب المتظاهرون يجوبون جميع شوارع المدينة ويهتفون ضد الأحزاب الحاكمة. ونتابع تظاهرات ليلية تجوب شوارع ناحية صفوان في محافظة البصرة، والمتظاهرون يرددون هتافات أنهم مستمرون والقمع سيزيدهم إصرارا على التظاهر، فلنشاهد. ونتابع المظاهرات الجوالة في شوارع محافظة البصرة، وهتف المتظاهرون أنهم لن يتخلوا عن قضيتهم حتى تطرد الأحزاب الحاكمة، فلنشاهد. المتحشر 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 المتح
لعل هذه الكلمات تؤكد لهذه السلطة الموجودة في بغداد أنها مهما حاولت أن تفعل لن تثني المتظاهرين عن اعتصاماتهم ومظاهراتهم حتى يحققوا أهداف هذه المظاهرات. من البصرة إلى محافظة المثنى، استمرار الاعتصامات في مدينة السماء ومركز محافظة المثنى لليوم العاشر على التوالي من دون أن تنظر الحكومة إلى مطالب المتظاهرين، فلنشاهد. شوف، السلام عليكم أبو عزارة، حاليا احنا بث مباشر من أمكاننا. قوم لي أبو عزارة، أنا ارتورطك، قوم لي. حياك الله، شلونك؟ الله يسلمك. شنو اليوم؟ أكو تظاهرة أو لا؟ التظاهرة موجودة والاعتصام موجود، وإحنا بالنسبة عندنا برنامج، بهذا برنامجنا إحنا تدري الاعتصامات هاي صار لنا اليوم العاشر، هذا اليوم العاشر، بس إحنا منتظرين مشايخنا بس يجونا، راح نطلع لمجلس محافظة، راح نوصل رسالتنا نقلهم أنتم مجلس لحد الآن ما شفنا منكم شيء، عليكم التزامات، هاي التزاماتكم المفروض تطبقونها، عندكم أشياء احنا ما جايين نتفهمها اصلا. انت مجلس تشريعي ورقابي، المفروض صار لنا 10 ايام المفروض لك صوت انت كمجلس محافظه، يعني ما من المعقول 10 ايام مجلس محافظه ما جاي يوصل فكره، يعني اذا هو مجلس محافظه اذا هيك انعزله، ماكو داعي قاعد مجلس محافظه 10 ايام المحتسمين قاعدين ما سمعنا الى صوت. ما قلت عمي ايش عندكم؟ شنو تردونه؟ شنو احنا ممثلينكم؟ نقيل، ننسحب، نبدل مدراء، يعني ما شفنا شيء منه. حتى لو جايكم مثلا فاضلكم ما تستقبلوهم؟ لا، هي مو قضيه ما نستقبلهم، والله هم قبل تريد العمل تلقائي، اكو اعتصام لازم اكو مطالب، اكو مطالب، يعني ما يعرفون مطالبنا احنا شنو؟ هم اقل هم غير يمثلوننا، اللي يمثلني يعرف مطالبي. وشكرا جزيلا والله يعطيك الصحة. لماذا لا يستمع أحد من السياسيين إلى مطالب المتظاهرين؟ لماذا لم يتدخل أي طرف من أجل إنهاء هذه المشاكل وإيجاد حل جذري للمشاكل التي تحدث الآن في العراق وكذلك تلبية هذه المطالب؟ هل لا يوجد اكتراث؟ هل لا توجد أذان صاغية؟ هل هذه الأصوات بالنسبة للحكومة هي مجرد هواء في شبك وأن السياسات المتبعة حكوميا وميليشياويا يجب أن تنفذ على الأرض حتى وإن كان الهدف أو إن كان العائق هو المواطن وبالتالي يباد؟ كثير من الأسئلة تطرح على هذه السياسات المتعنتة التي تتبعها هذه السلطة منذ الاحتلال وحتى هذه اللحظة. تابعنا نور المالكي كيف تعامل مع المظاهرات التي حدثت في العراق بأشد أنواع القمع وإهدار الدماء التي سارت على جميع الطرق في المحافظات المنتفضة وكذلك في العاصمة بغداد في 25 شباط، كيف تعامل بقسوة وبقتل وقمع وسحل واعتقال واختطاف واغتيال للقيادات التي تواجدت في هذه المظاهرات. نتابع الواقع الأمني الآن مشاهدينا الكرام ونشاهد انفجار كدس عتاد تابع لميليشيا العباس على الطريق الرابط بين بغداد وكربلاء أدى إلى تطاير الصواريخ إلى مناطق محيطة، فنشاهد. نبقى مع أكداس ميليشيا العباس، تطاير الصواريخ جراء انفجار أكداس العتاد وسقوطها على محطة وقود قريبة من المخزن، فلنشاهد. تابع فرقة العباس القتالية، ماكو أقل من 500 متر وهذا صار، وهاي كلها خزانات بنزين وغاز. وش مسوي هنا؟ هذا الثالث، هذا طار الصاروخ. الشارع هسه يلا انفتح، ها صار له ساعتين مقطوع، بغداد كربلاء. يلا خلي يشوفون الجماعة، خلي يشوفون النامي اللي ظهر هذا الكل، تشوفوه هذا رابع صاروخ، هاي المحطة اللي داخل وهاي المحطة وراها من هنا صف المستودع محطة، وهاي الصواريخ ذاك واحد ضرب الصواريخ ذاك بس ما نفلع ضربه. نرتفع قليلا وننطلق إلى شمال العراق، انفجار كدس عتاد في مدينة أربيل
ليلة أمس أدى إلى تطاير الصواريخ على المناطق القريبة. فنشاهد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام بفقرة آراءكم. طبعا المظاهرات التي تجري الآن في العراق كما ذكرنا لا توجد أذان صاغية من هذه السلطة الموجودة في بغداد للمتظاهرين، وبالتالي لا يستمع إلى مطالبهم، لا تنفذ هذه المطالب، ولكن الإصرار دفع الناس إلى البقاء في الشوارع معتصمين حتى تلبى هذه المطالب. نتابع بعض الصور التي تظهر نوم المتظاهرين على قارعة الطريق بسبب استمرار اعتصاماتهم وإغلاق الحكومة لأذانها وعدم تلبية المطالب. فنتابع هذه الصور. رجل كبير بالسن ينام مع عكازته على قارعة الطريق، وهذا أيضا أحد المشاركين بالاعتصامات. إذن بهذه الطريقة يتم التعامل الحكومي مع المتظاهرين، إن كان بالاعتداء عليهم، إن كان بالاعتداء عليهم بقتلهم أو باعتقالهم أو بضربهم أو بتركهم هكذا في العراء. لا يوجد أي استماع لهذه المطالب، لا يوجد أي تنفيذ لهذه المطالب. فنشاهد التعليقات التي وردت على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي. سمير عزوز يقول: لماذا هذا الشاب الفقير المطالب بحقوقه نايم بالحر والشمس والآخرون يتفرجون؟ هل أنتم بخير؟ ما أعرف. يقصد على باقي المواطنين، على باقي المواطنين هناك دعوات كثيرة وجهت لهم من أجل الخروج. في تعليق آخر شهيد يقول: عار على كل مسؤول السكوت على الفساد، وهو يرى اعتصامات الشعب الذي يعاني الأمرين. وأيضا ضمن التعليقات السماوي يقول: هذا أشرف من المحافظ وقائد الشرطة والأعضاء وكل سياسي ومعمم، يقصد من ينام الآن في العراء. حازم الربيعي يقول: هذه الشيبة أشرف، والشيبة أشرف من أشرفهم، لم تتوسد التراب يا عم، أو لما تتوسد التراب يا عم، بل توسدت الكرامة، لم تتوسد بل توسدت الكرامة، نم قرير العين في بلد أكلته ضباع الذل والهوى. وأيضا ضمن التعليقات التي جاءت أحمد يقول: معقولة ما حد يشوفك يا حجي؟ إلى متى نبقى على هذا الحال، ومتى سيتحسن حالنا؟ هل قريب أم بعيد؟ وفي آخر التعليقات مراد يقول: سنأخذ حقنا حجي، لا تحزن، وأن غدا لنظره قريب. هكذا تفاعل العراقيون. طبعا هذا جزء من التعليقات التي وردت على هذه الصور، وتفاعل كبير جدا من النشطاء العراقيين. نراكم بعد قليل بفقرة الهاشتاج. الوسم هو بعنوان: غضب رد الحقوق، وسم عراقي تفاعل معه النشطاء. دعونا نتابع التغريدات التي جاءت على هذا الوسم. عقيل يقول: الجماهير أقوى من الطغاة مهما تفرعنت وتعددت الطغاة، وإنها قد تصبر لكن لا تستسلم الجماهير. في تغريدة أخرى أحمد يقول: العراق بلد محتل من أقذر الأعداء وبتواطؤ الخونة الفاسدون، وعليه نحتاج إلى قوة تحرير تمتلك شرعية الانطلاق بهمة وعزم. وفي تغريدة أخرى أيضا زينب تقول: المحاصصة اللعينة والمحكمة الاتحادية الطائفية التي هي سبب كل الدمار الحاصل في العراق، هكذا ترى زينب. وفي آخر التغريدات لدينا جواد يقول: إيران هي من دمرت العراق وسوريا واليمن من أجل مصالحها والاستفادة منها، والغريب من كل ذلك أنها الشعب الإيراني تحت مستوى الفقر وهو يعاني ضنكة العيش، إيران برا برا. هكذا تفاعل العراقيون على هذا الوسم، وكما قلنا هناك الكثير من التغريدات والكثير من التعليقات، ولكن وقت البرنامج يسمح لنا فقط بهذا العدد القليل. نراكم بعد قليل.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام بفقرة بعد الهاشتاج. لدينا مقطع مرتبط بشكل قريب وبعيد من القضية العراقية، ألا وهي إيران. انهيار الاقتصاد الإيراني وفرض العقوبات الأمريكية على إيران من جديد، وغضب شعبي عارم يملأ شوارع المدن الإيرانية. دعونا نشاهد. بهذا نصل مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا، نشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.